بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا احنا اليوم عرضنا للمحاضرة ليومي امس من حيث التسجيل الصوتي والإعادة بها إفادة إن شاء الله. نبتدأ بقلنا استكمال لتحضيرات الكراون ايثرز اللي اعطيناكم اياها، اللي كانت هناك 3 باثز، يعني 3 مسالك او ابروتش اللي قلنا عليها نان سبستوانس ومونو سبستوانس وباي سبستوانس، يعني احادي بدون تعويض واحادي التعويض وثنائي التعويض اللي مرينا عليها وذكركم بها. الحقيقه كانت الستارتنج ماتيريال للتفاعل اللي هي الاثيلين جلايكول وبقيه المواد المتفاعله، وشلون كنا ان التفاعل ان يكون يسير بالطريق السليم، ان يكون الطرفي الاثيلين جلايكول اللي هو الاو اتش يستبدل بالكلورايد، واعتقد كانت الماده المكلوره هي ثايونيل كلورايد اللي هو اس او سي ال 2، على اعتبار انه حتى يكون بدل الاو اتش يكون الكلورايد كلور، وهو جود ليفنج جروب، وهو مجموعه مغادره جيده. واليوم السلايد اللي امامنا هذه او الصوره اللي امامنا هو دايامين، لكن ايضا ايثري. دايامين NH2 يسمو دايامين، وبنفس الوقت ايثري بذرات اكسجين ايثريه. هذا جزيئه واحده، اللي جواها جزيئه اخرى، هي مو نفس المركب، المفروض بيناتهم يكون زائد، يعني المفروض في هذا المكان، في هذا المكان المفروض يكونون زائد هنا في هذا في الوسط. في كل الاحوال التفاعل بين هذا مع المول الاول اللي هو دايكيتون، وعلى شكل ايثري اللي هو المركب الاسفل، هذا اول مول نضيفه يسوي عمليه سايكليزيشن للمركب الناتج في الخطوه الاولى. اذا اول خطوه هو تفاعل بمغادره ذره الكلور مع الهيدروجين ومن الطرفين، ويصير عمليه غلق، غلق للمركب او غلق للحلقه، صار عندي حلقه. الكراون كريبتاند اللي انا مستهدفه اللي هو سي اللي هو كريبتاند 222، لو نشوف الناتج مالته ما بي مجموعتي كربونيل طرفيه، ولذلك يجب اختزال تلك المجموعتين بعامل مختزل وفعال، فاختزل مجموعه الكربونيل. اذا يمكن شوي ما ادري ان تاشيرات إذا أريد أن أشر عليها، هذه مجموعة الكربونيل وهذه مجموعة الكربونيل، هذه تستبدل تختزل بعامل مختزل اللي هو ALIH4 هيدريد الليثيوم الألمنيوم، وهذا جود ريديوزنج ايجنت يختزل لي إياها إلى مجموعة CH2 أيضا حأشر عليها. هذه CH2 هنا أنا. CH2 وهذه ايضا CH2 اختزلها بمجموعه الليثيوم الومنيوم هيدرايد. نجي ناخذ المول الثاني، هذا المول الثاني اللي هو دايكيتون ايثري وعلى طرفيه مجموعه كلورايد، فايضا ارتبط مع النيتروجين واخذ، والكلورايد اخذ الهيدروجين المتبقي على الان اتش وكون المركب من الاعلى، وحيث ان المركب من الاعلى ارتبط وايضا بمجموعتي كربونيل اللي هي ليست من ضمن المركب اللي احنا نبغيه في تحضيره، ما موجود بالكربتان، وعلى اساس ذلك راح يتم ايضا اختزاله بخطوه ثانيه بالليثيوم الومنيوم هيدرايد. اذا ملخص الحديث ان التفاعل عباره كانه خطوتين، وايضا هم يسميه توتو. ليش؟ لان الخطوه الاولى عمليه ربط المركب الاول بالمركب الثاني بعمليه السايكليزيشن، الخطوه الثانيه الريدكشن بروسيس عمليه الاختزال، وضفنا المول الثاني ايضا كما ضفنا المول الاول ايضا عمليه ارتباط
من طرفي الكلورايد، وذكرنا سبب ليش من طرف الكلورايد، لان الكلورايد يعني مسبب، هذا مسبب ضروري انه واحد يفتهم ليش يختارون الكلورايد، لانه من جماعه الجود ليفينج جروب. في الخطوه الثانيه اذا كان بالجزء المول، في اضافه المول الاول او باضافه المول الثاني، الحقيقه يحتاج التخلص من او ازاله مجموعه الكربون بعمليه اختزال، وهو كما معروف. هذا بالنسبه للسلايد الاول. طبعا انا عندي قصد هذا، حطيت هاي المنطقه الحمراء فوق اول مركب اللي هو هياته، هذه بالضبط اللي مأشر عليها، شلون كانه هباك مرسومه مثل السياره. هذه لو اختصرناها حطينا مجموعه ذره اكسجين واحده، شلنا مجموعه السي اتش 2 سي اتش 2 وشلنا ذرتين الاكسجين، حطينا فقط اكسجين واحد بهذا التركيب اللي انا دا اقترحه، ممكن نحضر من عنده المركب اللي هو هذا اللي يعتبر مركب رقم 2. خلنا نشوف شلون نختاره. اي نعم، هذا اللي هو كريبتان 221. شلون يتم تحضيره؟ فقط نرجع الى التفاعل الاول اللي كنا نتكلم عنه، وهو نبدل هذه الجروب قلت عليها الملونه باللون الاحمر، نشيل ذرتين الاكسجين ونشيل مجموعه السي اتش 2 سي اتش 2 مجموعة الأثيلين، نضع فقط ذرة أكسجين واحدة ونستمر بالتفاعل نفسه. نكون قد حضرنا مركب لكريبتان 221، وقلمة 22 يعني معناه ذرتي أكسجين، هذه ذرة أكسجين وهذه هم ذرة أكسجين. إذا نسوي دروينج رسم، هذه أكسجين 22 هذه هم 22، هذه 22 والاخ بالوسط، شوفوا ايش يصير عندي 221، هذا مركب زين. راح ابقيه الالوان الحمر لان يفيدنا بالشرح. نجي الى بعد ما قدرنا نحضر المركب الكريبتان 221 و 222 اللي سبقه، الان ننتقل الى مرحله اخرى. خل اشيل هاي التلوين. هذه الحقيقه هو هذا بيبر ابروتش تو امبروفمنت اوف ميتال ايون سيلكتيفيتي باي كريبتان، يعني ما هو التصور او التقريب لكيف ان يكون انتقائيه الايونات الفلزيه او برهنه الايونات الانتقائيه، يعني كيف نبرهن انتقائيه الايونات الفلزيه من قبل الكريبتانز. هذه الورقه فد شيء مقدمه عنها، مو هو البيت القصيد، البيت القصيد اللي هو انا هياته راح اتكلم عنه، بس شوي انزل هذا البرنامج لازم ينزل، يلا يصير استبدال بالعرض. فهذا لو تشوفوه انتم ماخذ عدد من الكريبتاند وعدد من الايونات ومنطيها سايز مختلف، زين يريد يثبت ايهما اكثر تناسقا بين كل نوع من الكريبتاند مع الايونات الفلزيه اللي مختاره. طبعا بين القوسين اذا كان عموديا او افقيا هو انصاف الاقطار مال الكافيتي وانصاف الاقطار مال الايونات، فايهما
يكون متقارب بنصف القطر الكافيتي مع نصف القطر الايون الفلزي هو اللي يكون المعقد مالتي، اللي هو يقع عليه السلكتيفيتي الانتقائيه والاختياريه، ويكون اكثر استقرارا. وهو انا اعتقد بالجدول بده يكون بمكتوب باللون او مطبوع بالبولد يعني شلون المضخم او الغامق، زين، دلاله على انه هو الاكثر استقراري. وهذا يسير بسبب التقارب لينيرتي او يعني خلينا نقول شبه المتساوي بين قيمه الراديوس للكافيتي للكريبتانت مع الراديوس مال الميتال ايون. فلو اعطي كريبتانت معين وليكن 211 211، زين، وتم قلنا ما هي اعلى انتقائيه مع واحد من دول الايونات، وطبعا احنا ما عندنا جهاز يقيسن الاستيبلتي كونستانس حتى نقول والله هو هذا افضلهم، اذا قسناهم كلهم وشوف ايها اكثر قيمه هو يكون اكثر استقرار. طبعا هذا نتيجه ناتج، ولكن من الناحيه العينيه اذا انا عندي 211 عندي الكافيتي راديوس وعندي الميتال ايونز، فاشوف ايهما اقرب الى هو اللي حيكون يكون مور ستيبلتي، وبالتالي الكي مالته يكون هو الاعلى. والحال كذلك اذا اخذنا كريبتان 332 ايضا نشوف الـ اي الراديوس يكون قريب عليه من الايونات هو اللي حيكون عليه اكثر انتقائي وتكون اكثر ستيبلتي. العكس ذلك، نختار ايون من الايونات وليكن مثلا الريبيديوم القطر مالته يكون شويه كبير مقارنه بالبوتاسيوم والصوديوم والليثيوم اللي يصبوه بالحجم اصغر حجما، فيقول انه ما هو افضل الكريبتانز من هذه الكريبتانز اللي هن مجموعنا اعتقد 6 ايهما افضل. طبعا نشي نسوي عمليه كونسيدنس تطابق او تقارب بشكل كبير مع الراديوس بين الايون الفلزي والراديوس للكافيتي اوف كريبتانز. وهذا في الموضوع واضح وبسيط جدا من خلال العيانية. أما إذا كان انطاني عنداني numerical results أو data يعني بيانات عددية، أقدر أعرف من القيمة العددية الأكبر للستيبلتي كونستانس هو اللي يكون معناه هو الأكثر استقرارا واللي هو يكون أكثر توافقا لتكوين المعقد. هذه أشكال اللي هو اللي ذكرناها في يمكن في الجدول اللي هو أشكال متعددة من الكريبتاند. اكو 111 واكو 122111 واكو 221 واكو 222 اللي هو دول اول الاربعه الفوق، ثم يبدون يزداد ذرات الاكسجين يصير 321 و332 و333. طبعا كل ما تكون ذرات الاكسجين اكبر كل ما يكون الكافيتي مثل الكراون ايثرز، كل ما تكون بس هنا هذا الكابتان يفرق عن الكراون ايثرز ان هنالك ذرتين نيتروجين وهذول لها بيسيسيتي عاليه زيد البايندينج فورس، زيد القوى الترابطيه بين الـ بين الـ بين الـ المركب الليجاند اللي هو نقصد هنا الكراون ايثرز او الكريبتاند يعتبر از ليجاند. ليش ليجاند؟ لان يمتلك ذرات ذات كثافه الكترونيه كالاكسجين والنيتروجين واللي هم تسلك سلوك لوس بيز، وهذا استنادا الى لوس كونسبت. لوس كونسبت يضع ان الماده القاعديه اللي تمتلك اللون بير لوس بيز واللي تستقبل الزوج الالكتروني اللي هي الاكسبتر اللي هي يعتبرها لوس اسيد. لذلك عند الكريبتاند الكراون ايثرز ان جنرال هي لوس بيز، بينما الميتال ايونز هو لوس اسيد. هذول الكريبتاند اللي قدامي اللي هم مجموعهم 7 تشوف انه تصاعديا في عدد ذرات الاكسجين مع الاحتفاظ بذرات النيتروجين الكريبتاند اللي موجوده على الطرفين، فكل ما تزداد عدد ذرات الاكسجين كل ما يكون الكافيتي اكبر وبالتالي انتقائيته للايونات اللي اكبر حجم ممكن تكون هي مع زياده الحجم لهذه الكافيتي وتناسب طردي. كل ما تزداد حجم الايونات الفلزيه كل ما يكون الكريبتاند المخصص للتناسق معه يكون اللي هو اكبر كافيتي وهكذا. ايهما افضل لكراون ايثرز ام الكريبتاند؟ طبعا احنا ذكرناها ان الكريبتاند هو مور سيلكتيف وينطيني معقدات مور ستيبلتي من المعقدات اللي ينطيها الكراون ايثرز. على اعتبار الكراون ايثرز اونلي اوكسجين اتومز، وين هنا عندي اوكسجين وذره نيتروجين وذرتين نيتروجين، وذره النيتروجين تعزز انهانسمنت
the stability of the complex formed اللي تتعزز المعقدات المتكونة. من وين يجي هذا؟ متأتي أنه هنالك عندي ذرات أكسجين وذرات نيتروجين تزيد قوة الارتباط، وبالتالي بالنتيجة يكون المعقد مالتي أكثر استقرارا. تكلمنا بنفس الموضوع الحقيقة، نفس الموضوع، أخذت مقطع من أحد الكتب الانورجانيك ليشير أنه مثل ما أن الألكالين متال كاتيونز تكون معقدات مع مختلف من اللوس بيز، وهنا نقصد اللوس بيز يعني القواعد لوس اللي هي الكريبتان في هذا الموضوع مثلا والكراون إيثرز، فشافوا أن اللنثنايد أيضا لها إمكانية أن تكون. لكن هو هذا الموضوع كان دي يحوم أو يركز على أن كل من العلماء الثلاثة الحقيقة اللي هو جرام أند بيدرسون أند ليه حصلوا على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1987 لتحضيرهم لمركبات الإيثرية، مركبات الكراون إيثرز والكريبتان، ومو بس تحضيرهم، تحضيرهم وكذلك شافوا أنه هذه العائلة من المركبات اللي هي الكراون كومباوندز اللي هي الكراون إيثرز والكريبتان، شافوها أنه أولاً حضروها، هاي أول قضية. ثانياً شافوا أيضاً وين تستخدم، إذن هم مو بس التحضير، سينثيسيس من جهة، وما هي منافعها واستخداماتها بعد تحضيرها. على أثر ذلك حصل على جائزة نوبل اللي هو ما تسمى بال على المستوى الاتحاد الكيميائي، الاتحاد الدولي للكيمياء الصرفة والتطبيقية، يجري نوع من المنافسة والمباراة بين العلماء ونتاجاتهم، وشوفوا أنه تعطى هذه النوبل برايز نسبة إلى العالم نوبل اللي هو أعطيت لهؤلاء العلماء الثلاثة أو المجتمع الثلاثة من جرام بيدرسون أند ليه لتحضيرهم لتلك المعقدات من الكراون إيثرز والكريبتاند وقابليتهم على تكوين معقدات، واستهدفوها في كثير من الاستخدامات اليوزز في على مستوى الكيمياء. طبعا تحضير مثل تلك المركبات هذه اللي تشوفوها قدامكم انطاهم دافع ان ينتقلون الى موضوع جديد سموه سوبرا موليكولار كيمستري، كيمياء المركبات العيانيه الكبيره. هو من قبل يكبرون بجزيئات، طبعا هذه الجزيئات ممكن نضيف لها مركبات جانبيه additive groups، مجاميع مضافة من الجوانب، وكل ما تكون هذه المجاميع المضافة تقوز زيد البيسيسيتي على ذرات الأكسجين والنيتروجين، كل ما تكون المعقدات الناتجة مع الإيونات الفيزيائية تكون مستقرة، وبالتالي إمكانية استخدامها أو فائدتها الأدفانتجز تكون بعد أكثر. إذن اكتشاف تلك المركبات من قبل هؤلاء العلماء الثلاثة فسح المجال انه يتحولون الى موضوع يسموه بالسوبرا موليكولار كيمستري، الكيمياء الجزيئيه العيانيه للجزيئات العيانيه الكبيره. مثل ما استعرضنا قبل قليل على الكريبتانز الانواع مالتها، هنا ايضا شويه بشكل شويه مجسم شويه افضل شكلها. طبعا هو كل دول المركبات الكريبتانز هي يسموها بايسايكليك، يعني ثنائيه الحلقه، حلقه فوق وحلقه جوا، ومن تتناسق والإيونات الفلزية يكون تناسقها قوي جدا، وبنفس الوقت الكاتيون إذا دخل داخل الكيج داخل القفص معنى هنالك نوع من الاستقرارية العادية. كل ما تلتف الأيونات البايندينج أنتهم ذرات الارتباط أو التناسق تلتف حول الإيون الفلزي مع زيادة عددها من الذرات وتقارب الحجوم بين الكافيتي راديوس وبين الميتال أيونز راديوس، كل ما يكون المركب مالتي اكثر استقرارا. والحال كذلك هذا الجدول يشبه كانه ما اخذ من جدول من ذاك الجدول اللي سبق، ايضا حاط او بالعكس حاط مجموعه من الكريبتاند اربعه، هنا حاط كريبتاند 2 1 1 كريبتاند 2 2 1 و 2 2 2 و 3 2 2 2
مقابل عدد من الايونات، ومسوي وحاط الارقام الراديوس على جانب الكريبتونز والراديوس على جانب الميتال ايونز وايهما اكثر تقاربا مع اختلاف بعض الشذوذ وكذا من القبيل، لكن ان جنرال انه اللي هنالك تقارب راح يكون هنالك رغبه في التناسق واكثر استقراريه، وبذلك حطهم بالارقام الستابيليتي كونستانس، حطهم ببولد لاين او خلينا نقول بولد نمبر، الرقم مضخم او غامق، دلاله على اكثر استقراريه. وهذا السلايد الاخير الحقيقه انا هم وضحت لكم انه ينطين هنا سيزيوم حجمه كبير مع ال 15 كرام 5. ولو نرجع ذاكرتنا دي ورا انه احنا قلنا ال 12 كرام 4 يناسب الليثيوم، او العكس ان الليثيوم يتناسب مع ال 12 كرام 4، والصوديوم يتناسب مع ال 15 كرام 5 على اساس ان هذول تقارب وتناسق بين الكافيتي راديوس وبين الميتال ايون راديوس، والبوتاسيوم اكثر تناغما تناسقا ويكون مركب مستقر مع ال 18 كرام 6. اذا ال 18 كرام 6 هو البوتاسيوم، ال 15 كرام 5 هو الصوديوم ايون، وال 12 كرام 4 مع الليثيوم ايون. ليش؟ لانه الايون حيكون هنا داخل الكافيتي، وبالتالي من يكون داخل الكافيتي راح تكون الاواصر قصيرة قوية، معقد يكون أكثر استقرارا. كل ما تكون الأواصر قصيرة كل ما تكون الأواصر قوية، وبالتالي إذا أواصر قوية معناه أن المركب الناتج ما تكون مستقر. هذا المثال اللي قدامنا هو عبارة عن سيزيوم أيون، وهو تدرون أنتم أن الميتال أيونز الكلام ميتال أيونز الأيونات الفلزية الانتقالية القلوية يبتدئ بالليثيوم، ليثيوم صوديوم بالزمرة مالتهم، ليثيوم صوديوم بوتاسيوم سيزيوم ريبيديوم، والسيزيوم يعتبر من العناصر الكبيره في مجموعه العناصر القلويه وهو كبير الحجم، لذلك من نجيب كبير الحجم مع 15 كرام 5 ما يدخل داخل الكافيتي، طلع خارج الكافيتي، لذلك احتاج لاثنين بحيث انه حجمه كبير. تدرون انتم هاخذوها قاعده ان الايونات الكبيره بغض النظر عن انه تدخل بالكافيتي او ما تدخل بالكافيتي يحتاج لها كوردينيشن نمبر اعلى، كل ما يكبر حجمها كل ما يحتاج لها كوردينيشن، يعني عدد تناسق او ذرات الارتباط تكون اكبر. وذلك لو شفنا لو ماخذين بدل السيزيوم لو ماخذين صوديوم، صوديوم ده يقعد داخل ال 15 كرام 5 وحتحط به ذرات اكسجين 5، ايش قد الكوردينيشن نمبر مال عدد التناسق؟ 5. بينما هنا ما دخل did not introduce in the cavity of the 15 crown file، وذلك كان outer of the cavity، خارج الكافيتي يحتاج ل 2 crown ethers، كل واحد 5 ذرات اكسجين، اذا الكوردينيشن نمبر ما تيسى في هذا المعقد ايش قد؟ 10 اكيد 10، ليش؟ 5 اكسجين جوا 5 اكسجين فوق. اذا ايضا بالكيمياء العضويه بشكل عام ان كل ما يكون حجم الايون الفلزي كل ما ننزل من السلسله الانتقاليه الاولى الى الثانيه الى الثالثه، كل ما يكون حجمه كبير كل ما نتوقع ان الكوردينيشن نمبر مالتي يزداد من 6 الى 8 الى 10 الى 12. في هذا المثال مالتنا في هذا المعقد مالتي سيزيوم مع 15 كرام 5 باي 2 2 ليجانز وعدد الكوردينيشن نمبر مالتي هنا 10، هل الكاتيونز داخل الكافيتي؟ لا مو داخل الكافيتي. واي؟ بيكوز ذا كافيتي راديوس از less than metal ion radius، لأن نصف قطر الكافيتي أقل من نصف قطر الإيون الفلزي، وبذلك كان خرج. What is the structure type هذا؟ أنسميناه sandwich structure، تركيب الساندويتش اللي على اعتبار أنه ساندويتش هو عبارة عن قطعتين متشابهة في الوسط اللي هو الإيون المركزي أو الإيون الفلزي اللي هو السيزيوم أيون. واضح؟ هذه كان ملخص الحقيقة محاضرتنا عن تحضير الكريبتاند، يعني حتى نسلسل المحاضرة تحضير الكريبتاند كريبتاند 222، ثم نقدر نحضر كريبتاند 221 مع استبدال أحد مع تقليص أحد المركبات المتفاعل ستارتينج ماتيريا في الخطوة الأولى، وقلنا أن التفاعل يمر بأبروتش 22 اللي هو خطوة سايكليزيشن وخطوة الريدكشن، والمول الآخر أيضا يضاف على الحلقة ويسوي العملية الريدكشن لإزالة الكربونيل، وضروري أن تكون هنالك مجاميع ذرتي الكلور في المركبات الستارتينج ماتيريال حتى يكون السايكليزيشن يصير عندي بسهولة جدا. واي؟ لماذا تكون السايكليزيشن ماتي سريعة وسهلة؟ لأن عندي هنالك ذرتي كلور جود ليفينج جروب موجودة
وكيف تم الاختزال مجموعة الكربونيل. استخدمنا good reducing agent اللي هو الليثيوم ألومنيوم هيدرايد AlH4. ثم تعرضنا على الكريبتانز والكافيتيز وأيهما يكون appropriate مناسب للأيونات الفلزية حسب الكافيتي وحسب الراديوس. فكل ما يكون متقاربة يكون داخل الكافيتي، وكل ما يكون هنالك فرق الكافيتي صغير الأيون الفلزي كبير راح يكون خارج الكافيتي، وبالتالي ممكن يكون ساندويتش أو ممكن يكون كلوب ساندويتش ستراكشر، اللي هو ممكن يكون ساندويتش ستراكشر اللي هو 2-to-1، يعني 2 من الليجاندات 2 من الكرون إيثرز 1 أيون فلزي. أما الكلوب ساندويتش ستراكشر يكون 3 من الكرون إيثرز و2 من الأيونات الفلزية. وهذا بالرسم يجب أن يتوضح أن الأيون المركز الأيون الفلزي أكبر من الكافيتي، وبالتالي حد لأنه بما أنه أكبر يعني ما يدخل داخل الفتحة. واضح. الآن السلايد الأخير اللي هو مو ضمن المحاضرة الحقيقة، وإنما هو questions أسئلة تعزيزية للمادة مالتكم، وهذا أنا أعتقد قرأت لكم إياها. اكتب ما هو الموديفيكيشن، ما هي التعديلات اللي ممكن نضيفها على الستركتشر الأساسي للكراون إيثرز حتى يحسن مواصفاته. قلنا إضافة السبستيوانس، إضافة مجاميع تعويضية على شكل مجاميع حلقية سداسية مثلاً سايكلوهكسيل الفنل وتعويضات زي ذرات الأكسجين زي الكافيتي، نحوله مثلاً من كراون إيثرز إلى كريبتاند ومع زيادة الذرات. هذه كلها عوامل موجودة عندكم في المحاضرات، شلون نسوي موديفيكيشن تعديل البيسك structure of the crown ethers. طبعا يقول عز موضوعك في بمثال، يعني تعطي مثال، تعطي واحد اصغر او ما بيتعويض تعطي الاخر بيتعويض وهكذا لحد الان. ثم عندنا الاستفسار الاخر، سؤال اخر، classify the anion classify the crown type compounds. وهذا حكينا موجود عندنا ثلاث انواع اللي هو المركبات السايكليك المفتوحه والسايكليك اللي هو الكورونانز والبايسايكليك ثنائي الحلقة اللي هو الكريبتاند موجود عندكم أيضا، وكل واحد إلى عليه موجود مثال. أيضا explain the following the tripositive lanthanides. ليش دي يكون؟ قلنا the tripositive lanthanides تكون من حيث الشحنة ومن حيث الراديوس أقرب من الأيونات الفلزية والفلزية الأيونات الفلزية القلوية، وبالتالي بما أنه ديشنا كودت إنه good complexes من حيث الستابلتي، فنتوقع هذه هتكون good complexes من حيث الاستيابلتي، لأن الجهد الأيوني اللي هو عبارة عن نسبة الشحنة على الحجم، الجهد الأيوني للأيونات اللانثانايز أو اللانثانات تكون قريبة جدا من الجهد الأيوني للأيونات الفلزية القلوية، اللي هو الجهد الأيوني مثل فاي فاي دائر عليها خط تساوي الشحنة على الحجم. طبعا الشحنة ذات ستار، خلينا نقول شحنة النواة المؤثرة، الحجم يعبر عنه بالراديوس. فالجهد الأيوني في اللانثانايز قريب جدا من الجهد الأيوني للأيونات الفلزية القلوية، وبالتالي انطت صفات متقاربة في تكوين الكومبلكسز المستقرة. زين. نعم، قايل ارسم لي الكلاب ساندويتش ستراكشر اللي هو طبعا المفروض من واحد نقول لكم ساندويتش ستراكشر كلاب المفروض ما تنحط الريشيو، وممكن ما تجي يعني ما تضع الريشيو، لأن هو كلمة كلاب ساندويتش ستراكشر يعطيك يحيلك إلى ما هي النسبة. إذا قلنا ساندويتش أونلي ساندويتش ستراكشر معناه 2 إلى 1 أو 1 إلى 2، شوف من اليمين من اليسار لازم يثبت أثناء الكتابة. تحضير هذا المركب اللي هو قدامكم synthesis of the following compounds، واضح ان المركب هذا احاد التعويض mono substituents، لذلك هنالك عندنا خطوات اللي هو طبعا طريقه الابروتش اللي هو 2 2 2 plus 2، هذا اللي هو النمط الثاني من تحضير الكراون ايثرز، ويبدي بالاثيلين جلايكول، وانه الاثيلين جلايكول يجب ممكن يكون استبدال طرفيه بالجود ليفنج جرو عن طريق الكلورايد، وقلنا العامل المكلور اللي استخدمناه في هذه المركبات او بالكريبتاند. اذا احتاجنا ان نبدل الاو اتش بالكلور نستخدم الثايون كلورايد اللي هو الاس او سي ال 2، عامل مكلور جيد جدا. زين، ونكمل الخطوات باستخدام المديب والقاعده الكي 2 سي او 3 او البيريدين او بعض الاوساط القاعديه والمديبات في تحضير هذه المركبات. اخر خطوه اذا احتاجنا الاختزال نستخدم الليثيوم الومنيوم كلورايد للاختزال مالته وحسب ما مر علينا. What are the advantages of the theoretical study؟ شرحنا ان الدراسه النظريه تدعم الدراسه العمليه من حيث البيانات اللي نستحصل عليها، شرط ان الدراسه النظريه معتمده على الكوانتم ميكانيك ميكانيك الكم ونوع من السبيسيفيك بروجرام فور كالكوليشن سم داتا
يعني بعض البرامج الخاصة الحسابية الخاصة في تلك في هذه البرامج في الدراسات هذه النظرية، مثل الدي اف تي موجودة عندكم بالبيبرات اللي سلمت لكم إياها قبل الحضر. إذن الكوانتم ميكانيك والبرنامج الحسابي هم السبيلان اللي ينطونا بعض الداتا، مثل البوند لينث والبوند انرجي والانجل وبعض الانرجيز، بعض الثيرموديناميك داتا. هذه كلها تعطى ثيوريتيكال داتا او ثيوريتيكال ريزلتس، نتائج نظريه، وهذه كلها ممكن اذا نستحصلها بعد تغذيه البرنامج، والبرنامج ممكن يكون 24 ساعه 48 ساعه حسب الداتا وحسب البرنامج المستخدم. هناك اكثر من برنامج. طبعا البرنامج يثبت قوته ونجاحه متى ما كانت النتائج مالته النظريه قريبه الى النتائج العمليه، لان الفينجر برنت يعني بصمه الاصبع هو يم النتائج العمليه. يعني ما اقصد بالظروف الاخرى الشاذه اذا طلعت النتائج غير جيده، معناه سوتش الجهاز او سوتش الكيمستست يعني الكيمياء اللي دا يشتغل، اما ان جنرال ان النتائج العمليه هي اللي يعول عليها. احيانا اذا الدراسه النظريه تعزز النتائج العمليه، تجي وتجي وياها بنفس يعني هذا يشتغل عملي وذاك ايضا نفس الباحث يشتغل دراسه نظريه. احيانا لا، ان الدراسه النظريه تسبق الدراسه العمليه، يعني تعطيني مؤشرات انه هذا الطريق او هذا الباث فوت بي لو لا تفوت بي، اذا انطاني مركبات ملامحها مستقره. طبعا المناسبة الدراسه النظريه ترسم لي الذرات وترسم لي الاواصر وكيف توزيعها، نقدر نعرف ماهيه الذرات وكيف تتوزع. فاذا الدراسه النظريه ممكن تكون في انديكيشن على الكوركت باث، على المسار الصحيح للدراسه العمليه، لان ينطيني مسبق احتمالات انه هذا المركب مالتي ممكن يكون مستقر، هيك اطوال العواصر، هيك مرتبطه، فينطيني فد ايحاء انه كيف راح ترتبط الستارتنج ماتيريال وبالتالي ممكن ان يتكون المركب. في ظروفنا مثلا هذه او في الظروف حتى الاعتياديه ممكن تكون هنالك، اذا كانت البرامج ستاندر معتمده و من جهات رصينة اعتمدوا على هذه البرامج، ممكن أن تستخدم هذه البرامج أيضا للحصول على data without experimental result، بدون نتائج عملية، يعني أن النتائج النظرية هو ممكن أن يعول عليها. ومثل هسه ظروفنا ظروف الحظر، لو نفترض لا سمح الله استمر الحظر وماكو تجارب، ماكو بحوث عملية، فالدراسة النظرية ممكن يعول عليها كبديل، شلون التعليم الإلكتروني يعول عليها. زين، فإذا الدراسة النظرية بها كأنه أفهمها أنه بها ثلاث امتيازات. الامتياز الأول أنه تعطينا في الأسبكس ملامح عن الجزء العملي مسبقا، تعطينا أنه هذا الجزء العملي الباث مالتي ممكن أمشي به لو ما أمشي به، يعني ممكن تنجح عندي التفاعلات وما تنجح، هذه من يكون يسبق الجزء العملي. أحيانا لا، الجزء النظري يتساير مع الجزء العملي، يعطي داعم إلى enhancement، تعزيز إلى. وأحيانا يكون only theoretical study إذا كان في غياب العملي من الناحية الواقعية، أو لا أن البرنامج هو يعتمد عليه ويعتبر فد بيزس فد أساس scientific basis، فد أساس علمي يعتمد عليه. ممكن تكون هنالك دراسة نظرية وهنالك باحثين يشتغلون عليها وحسب اختصاصاتهم واستعدادهم للبرامج المعول عليها. لهنا أنا أكتفي في محاضرتنا، أدعو من الله التوفيق للجميع إن شاء الله، ومنا ومنكم القبول.